give the floor to the distinguished representative of Saudi Arabia. شكرا سيد الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية أن أتقدم لكم ولدولتكم الشقيقة على خالص التهنئة بمناسبة انتخابكم لرئاسة هذا المؤتمر. سيد الرئيس، لقد كانت بلادي من أوائل الدول التي انضمت لمعاهدة منع الانتشار النووي. كما انضمت لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك إيمانا منها، بأن تحقيق الأمن والسلام في العالم بأسره لا يمكن أن يتحقق بوجود مثل هذه الأسلحة. سيد الرئيس، يتفق العالم على أن معاهدة انتشار الأسلحة النووية بركائزها الثلاثة نزع السلاح وعدم الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية للطاقة النووية هي حجر الأساس. لمنظومه عدم الانتشار ونزع السلاح النووي. ومن هذا المنطلق تؤكد بلادي بان مقاصد واهداف هذه المعاهده لن تتحقق بدون تحقيق عالميه المعاهده. وذلك من خلال انضمام الدول غير الاطراف اليها كدول غير نوويه. ودون اي تاخير. لذلك فان المملكه العربيه السعوديه تدعو المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل. كونها الطرف الوحيد في منطقه الشرق الاوسط الذي لم ينضم للمعاهده كدوله غير نوويه واهميه اخضاع جميع منشاتها النوويه لنظام الضمانات الشامله للوكاله الدوليه للطاقه الذريه على نحو ما ورد في قراري مجلس الامن رقمين 487 و689 السيد الرئيس تؤكد بلادي ان المقرر الثاني حول الشرق الاوسط يعتبر جزءا لا يتجزا من مخرجات القرار التي ادت الى اعتماد التمديد اللانهائي لمعاهده عدم انتشار الاسلحه النوويه لعام 1995 ويعتبر ساريا لحين تنفيذه وتحقيق كامل اهدافه كما تعرب بلادي عن قلقها بشان عدم التزام الدول النوويه الاطراف في المعاهده بوضع اطار زمني محدد لتنفيذ هذا المقرر الذي يدعو لانشاء منطقه خاليه من الاسلحه النوويه في الشرق الاوسط. سيد الرئيس ترحب بلادي باعتماد الجمعيه العامه للامم المتحده للمقرر 73 تقسيم 546 الخاص بتكليف الامين العام للامم المتحده لعقد مؤتمر للتفاوض على معاهده ملزمه حول انشاء منطقه خاليه من الاسلحه النوويه واسلحه الدمار الشامل في منطقه الشرق الاوسط وفقا لترتيبات تتوصل اليها دول المنطقه بارادتها الحره. وعلى أن يتخذ المؤتمر قراراته بالتوافق الآراء كما تشدد بلادي على ضرورة أن تتضمن مخرجات هذه الدورة التحضيرية ومؤتمر المراجعة 2020 نتائج واضحة تدعم إقامة هذا المؤتمر وتحث جميع الأطراف المدعوة إلى المشاركة فيه السيد الرئيس تؤكد بلادي على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقا لمعايير الوكاله الدوليه للطاقه الذريه واجراءاتها وتحت اشرافها كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقه بتطوير الاستخدامات السلميه للطاقه الذريه بما يخدم مصلحه الانسان ويعزز من تطبيقات الطاقه النوويه كمصدر طاقه صديق للبيئه كما تحث بلادي الدول الرائدة في الصناعة النووية على التعاون لإزارة العراقيل الموضوعة أمام نقل التقنية النووية إلى الدول النامية سيد الرئيس إن تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وفق إطار معاهدة منع الانتشار يجب أن يكون مقرونا بأعلى معايير السلامة النووية ومن هذا المنطلق فقد ضمت المملكة العربية السعودية لاتفاقية الأمان النووي إدراكا منها لأهمية الأمان النووي وضرورة قيام الدول بمراعاة أعلى معايير الأمان النووي في منشآتها وتوفير كل ما يستدعيه ذلك من متطلبات وإجراءات تتضمن أمان المنشأة النووية كما أنه لا يخفى على الجميع الخطر الذي تشكله المفاعلات النووية حتى وإن كانت تستخدم لأغراض سلمية وخاصة إذا افتقدت هذه المعايير معايير الأمن والسلام النووية لذا فإن المملكة العربية السعودية تعبر عن قلقها إذا ما يشكله مفاعل بوشهر الإيراني الواقع على بعد لا يزيد عن 200 كيلومتر من سواحل الخليج العربي من أخطار وخاصة في ظل وقوعه على خط زلزالي نشط مما يجعل من اي تسرب اشعاعي يعرض المنطقه الى خطر بالغ جسيم ومحدق على الهواء والغذاء ومحطات تحليه المياه. لذا فان بلادي تطالب المجتمع الدولي والامم المتحده والوكاله الدوليه للطاقه الذريه حث ايران على توقيع اتفاقيه الامان النووي، كما تطالب بلادي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه بان تصدر تقريرا دوريا يرصد مدى استعداد الدول في مواجهة الكوارث المحتملة لأي تسريب في المفاعلات النووية وطريقة التعامل معها سيد الرئيس تؤكد بلادي على أهمية تعاون الدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتطبيق التزاماتها بموجب هذه المعاهدة وبقية الضمانات الشاملة وتمثل أنشطة إيران في تطوير قدراتها النووية في ظل أعمالها التخريبية في المنطقة ودعمها للجماعات الإرهابية بأنواع, الاستراتيجي بأنواع استراتيجية من الأسلحة والصواريخ مصدر قلق كبير للأمن والسلم الإقليميين والدوليين ونتطلع لأخذ إجراءات أكثر حزما ضد إيران من قبل المجتمع الدولي لتحقيق الهدف الأسمى من معاهدة منع الانتشار بتحقيق السلام الدولي سيد الرئيس في الختام فإن بلادي تؤدي تؤدي فتود أن تؤدي أعمال هذه الدورة إلى تحقيق أهدافها المرجوة ونتطلع إلى, بز إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى الهدف الرئيسي ألا هو تحقيق عالمية المعاهدة شكرا السيد الرئيس I thank the distinguished representative of Saudi Arabia for his statement and the kind words addressed to the chair. I now give